من اليوزر انه يدخل بعض المعطيات مثلا انتر نمبر انتر يور نيم، يعني هذه الطريقه فاليوزر يدخل بيانات وبناء عليها نحن راح نقراها على الشاشه. راح نشوف كيف نسوي هذا الشيء، نطبقها مباشره. على سبيل المثال اذا كتبنا input what is your name. اوكي نسوي له run. انا ما متاكد هذه اي وحده. اوكي what is your name، فانا هنا ممكن اني اكتب اي اسم. اوكي فخلاص أنا صارت، لكن هذا أنا دخلت البيانات. فإذا إذا كنت أريدها تطلع to input على أساس أنا دخلت البيانات، لكن to show it actually لازم أكتب print. ما أعرف إذا فهمت الفكرة هنا كيف، إني أنا مثلا أريد أطلعها مثلا بطريقة ثانية، يعني مثلا أكتب على سبيل المثال مثلا print مثلا كيلو قبل هذا لازم أعرف، ممكن إني أضيف طريقة ثانية إني أنا أزيد على أساس variables مثلاً أكتب name equal input طريقة أخرى، يعني بدل ما أكتبها بهذه الطريقة. أوكي input what is your name. اوكي بهذه الطريقه اني انا اخذ هذا الشيء، اخذ الفيربل هنا واسوي لها برنت للشاشه. يعني الحين انا مثلا اكتب برنت مثلا هيلو. اوكي وممكن اني اضيف، انا احنا تكلمنا امس على اساس لما نضيف تو سترينجز فكيف تطلع الاجابه معانا، ان بينها سبيس الى اخره، بهذه الطريقه كلها تكلمنا عنها امس. فانا عندي اساسا الفيربل هذا عباره عن الاجابه راح تكون سترينج، وعندي أنا أكتب ممكن إني أضيف hello زائد السترينج الأساسي اللي هو الفيربل اللي عندي هنا، فأنا أضيف اللي هو النيم. أوكي فلما أضيف هذا وأسوي له run يظهر لي على أساس على سبيل المثال بعد ما أحط أنا الإجابة يظهر لي أساسا hello صفية. هذه هي الفكرة. يعني نجرب تجربة أخرى على سبيل المثال إني أنا أحط مثلا age input okay يسأل الشخص مثلا how old are you. okay فأنا إذا حطيت نفس الفكرة إني أحاول إني أظهر الـ output على الشاشة على سبيل المثال إني كتبت مثلا you are على سبيل المثال plus okay age plus مثلا years old. فأنا على أساس إني أنا أدخل الإجابة أوكي بغض النظر يعني عن الإجابة اللي راح نحطها يكتب لي أريد يرجع لي السيستم بإجابة you are مثلا 15 years old مثلا بهذه الطريقة. فأنا آخذ اللي هو الفيربل اللي هنا وأحطه عندي هنا. أوكي شو تتوقعوا الإجابة راح تكون يعني بهذه الحالة؟ هل راح يصير أو لا؟ بنفس المثل اللي قبل شوي سويته أراجع لكم إياها تشوفوها. أنا حطيت قبل شوي كان عندي variable هنا
سويت له برنت هيلو واضفت اللي هو السترينج. انا عندي هذا سترينج وهذا سترينج ثاني، ونحن امس علمتكم على اساس نضيف تو سترينجز. اوكي هنا عندي انا الايج بنفس الفكره، اي وونت تو برنت، عندي سترينج واضفت الايج واضفت السترينج. فلما اسوي رن طبعا راح يكون عندي يور نيم مثلا علي بري. اوكي old مثلا 16. بهذه الطريقة طلع معي. اوكي لكن لو لاحظتوا انتو انا اساسا حطيت نوعين، حطيت عندي الايج اللي هنا واللي هو اساسا رقم، اللي هو integer between two string. اوكي في بعض الحالات ما تصير اني انا اسوي اجمع بين اللي هي اسوي الاوبريشن هذه اللي اجمع فيها strings with integer ما تصير، فانا لازم شوي اغير في عندي بالكود ببساطه بحاجات بسيطه على اساس اني انا احول من الانتجر الى string، يا اني انا ممكن اني انا اضيف اني احط الاجابه مباشره هذه اللي تظهر من عندي انا تتحول اوتوماتيكلي خلاص احولها مباشره الى انتجر. فكيف اني انا ممكن احول نعتبر ان هذا اساسا عباره ان الاجابه راح تكون عندي انتجر، ممكن اني انا اكتبها انتجر. اوكي وافتح قوس هنا واسكر القوس من هنا، فهذا اساسا يحول لي سوري يحول لي اللي هو يحول لي هذا الرقم اوكي الى انتجر. بس انا اساسا هنا هدفي ان انا راح تكون الجمله عندي كامل سترينج. اوكي فانا ممكن اني احول هذه اللي هنا الى سترينج بنفس الفكره اني اكتب سترينج صار السترينج. اوكي اسوي رن، فهذه الفكره. هو الحين مشى معانا من اول مره بس في احيانا دائما يصير ايرور، فانا دائما اخلي في بالي ان اساسا اذا كان هدفي انا اساسا كامل تكون على اساس انها كلها سترينج فانا احول الانتجر الى سترينج، واذا كان انا اريدها اساسا انتجر فانا احول سترينج الى انتجر. هل هذا يعني ان يحط ليمت للبيانات المدخله؟ هي تحط ليمت للبيانات المدخلة من جهة، ومن جهة ثانية على أساس إن أساساً السيستم ما يقرأها، أحياناً ما يقرأها يظهر لك إيرور. نعم مفهوم. أيضاً بنفس الفكرة أنا ممكن إني أضيف مثلاً فلوت مثلاً إذا كنت أريد الهايت على سبيل المثال. هايت على سبيل المثال بنفس الطريقة أنا أكتب مثلا float وأفتح الأقواس وأفتح الأقواس وأكتب input. أوكي وأضيف اللي هو what is your height. ممكن أنا أضيف اللي هي البرنت طبعاً بنفس الفكرة.
بهذه الفكرة. وضحت الصورة على أساس الانبوت؟ واضح؟ واضح واضح. نعم واضح. تريد تجربوا؟ أنا أعطيكم مجال تجربوا بأنفسكم. اللي عنده استفسار يسأل، لأن أنا أحيانا ما أنتبه للكومنتس على الشات، لأن أنا أسوي شير للسكرين فما أشوف الشات. مس ما يصير، ما أعرف يكتب يعني main is not allowed to run in parallel. أسوي شير سكرين عشان نشوفه ونتعلم كلنا. واضح؟ هذا الايرور اللي يطلع. ممكن تسوي كنسل؟ اوكي. لما اشوف شاشتك زين ممكن تسحبي الشاشة على اوكي لحظة سويتي بس اشوفها. اوكي. ممكن تسوي stop. لا مش stop. أيوة stop. Okay. Can you just run again? Can you write down? تحت الترمينال. وين؟ في الشارع؟ تحت الترمينال. تحت في الإجابة. How old are you? أيوة. أيوة. استاذة ما ينفع تخليها فاضية، اكتبي اي شيء، اكتبي اي رقم. هي ضغطت انتر ولا كتبت رقم؟ انا ما انتبهت لها. لا سويت انتر. لا تكتبي رقم. اوكي. لا ارجعي مرة ثانية سوي رن. اعتقد مشكلة سبيس. لا ما على جرب مرة ثانية اكتبي رقم. اوكي انتر. ايوه خلاص.
طبقته؟ نعم. يعني ننتقل للنقطة اللي بعدها. أوكي. النقطة اللي بعدها اللي هي math operation. الماث operation in general. أعطيك بس أسوي لكم شير من السلايد على أساس بس نأخذ فكرة عامة وبعد ذلك نبدأ نطبقها. في عندنا اللي هو الماث operation اللي هي المعروفة طبعاً والسهلة اللي هي addition, subtraction, multiplication, division, floor division, والmodule والpower. شو الفرق بين ممكن تعرفوا الأربعة الأولانيات اللي هي addition والsubtraction والmultiplication والdivision. Floor division بالنسبة للdivision الأولى اللي هي الباك سلاش هذه. هذا السلاش الوحدة أساساً على أساس تعطيك اللي هو القسمة مع الباقي. بالنسبة للفلور ديفيجن تعطيك بس الرقم الصحيح من دون الباقي. على سبيل المثال هنا مثلاً كنا على تشوفوا الأمثلة اللي هنا 13 تقسيم 4 هي عبارة عن 3.25. وإذا نحن جينا أساساً على أساس إن نحن نسويها اللي هي فلور ديفيجن راح يعطينا بس الرقم الصحيح without reminder من دون الباقي. بالنسبة للموديول نفس الطريقة بس تعطيك الباقي 13 تقسيم 4 يعطيني الباقي فقط طلع لي الواحد الصحيح. والباور اللي هي المعروفة على أساس مثلا على سبيل المثال 2 أس 10 فطلعنا 1024. أوكي. على أساس نطبق بعض الأشياء بس الأشياء كلها. أوكي. فإنحن إذا كنا مثلاً على سبيل المثال إذا كتبنا برنت ببساطة يعني مثلاً 10 زائد 3 سوينا لها رن طلع لنا الناتج ببساطة. لكن إحنا أمس تعلمنا على أساس إن كل حاجة نحاول أن نضيفها في variables. مثلاً أخلي x equal 10. أوكي. وعندي اللي هو y equal 3. ممكن تكون z تساوي مثلا x plus 10. اوكي plus z y sorry y نسوي لها run print z طلع لنا الناتج اللي هو 13. في بعض الأشياء حبيت أنوه عليها هنا ممكن إن ممكن يعني ممكن تمروا عليها أو مريتوا عليها. أنا ممكن إني أكتب بطريقة ثانية ممكن أكتبها x equal sorry x plus equal 3. أوكي. فأنا إذا كتبت print x راح يكون الناتج أيضاً 13. هذه طريقة من الطرق إنك أنت تكتب مثلاً إذا كتبتها أنا عرفت أساساً الx بعشرة كتبت الx plus equal 3 يعطيني 10 هذه 13. بنفس الطريقة إذا أنا مثلاً على أساس أني سويتها minus أوكي يعطيني بهذه الطريقة. يعني هذه من الطرق يعني اللي تستخدم للكتابة مختلفة يعني. أيضا بالنسبة للعمليات الرياضية في حاجة ثانية اللي هي x مثلا على سبيل المثال عندي 10 زائد 3 ضرب 2 تتوقع الناتج. Sixteen. Okay. How did you get it? كيف طلعت الإجابة إنها 16؟ الضرب قبل الجيم. Multiply then. Yes. Okay. فالحين عندي أنا x تساوي مثل ما ذكرت أنتو. Sorry. غلطت أنا. Indentation. Okay.
طبعا الايرور اللي ظهر لي قبل شوي انا ما شرحت لكم اياه، هذا اسوي لكم اياه مره ثانيه. اوكي indentation error معناته ان في مسافه unexpected indented، يعني انا اخذت مسافه هنا فهذا ظهر لي error، وبعدين انا اساسا ما انتبهت مع انه هو اساسا مسوي لي خط احمر هنا، فكان المفروض اني انا انتبه للخطا هذا. المهم هي 16 بالفعل، لكن في حاله اني انا اساسا جيتها بطريقه ثانيه. اوكي اذا كانت عندي مثلا كم راح يكون الجواب هذه الحالة؟ 47. في أحد عنده كلام ثاني؟ 37. 47 بالفعل. هي 47 لأن هذه الحالة نحن أنت ذكرتوا أن الضرب قبل نسوي العملية الضرب قبل بقية العمليات، ولكن في هذه الحالة لأن في عندي أرقام فيها أقواس فأنا أبدأ بالأرقام هذه اللي فيها أقواس دائما. حالة إن كان عندي على سبيل المثال كان عندي من دون الأقواس على سبيل المثال هذه الحالة دائما الباور تأتي أولا، فالأول شيء أنا أبدأ بالباور وبعد ذلك أني أشوف الضرب وبعد ذلك أشوف الجمع، فهي المستوى الأول عندي الباور بعدها الضرب والجمع والضرب والقسمة في نفس المستوى، وعندي آخر شيء اللي هم الجمع والطرح، هذا كترتيب للأرقام هذه على أساس كيف أني أنا أساساً عمليات الجمع والطرح. أيضا بالنسبة لل ماثيماتيك على أساس جزئية الأوبريشن هذه عندي إذا في حاجات اللي هي أنا ذكرت لكم إنه ممكن في اللي هي كانت الموديل والباكج ما راح أذكرها بس محتاجين نذكر الموديل هنا حاليا. الموديل في بيلت إن موديل موجودة في السيستم، فأنا ممكن أستغل هذه المودلز على أساس إني أنا أطلع بعض الإجابات. على سبيل المثال إذا كنت أنا معي x تساوي 2.9 أوكي 2.9 أو مثلا ماينس على أساس توضح الفكرة بس أوكي الماينس، فأنا أكتب مثلا أريد برنت أوكي البرنت في عندي بعض المودلز اللي هي مثل هذه أبسولوت، الأبسولوت هذا اللي هو المطلق أوكي، فأنا إذا كنت أريد المطلق للإكس راح يطلع لي 2.9 أوكي، هذه أساساً كموديل موجودة في السيستم، وفي موديل ثانية بعد موجودة في السيستم يعني ممكن نستغلها في رياضياً، وفي بعضها ما موجودة من الأساس فنحن لازم نسويها import. فأنت تخيل أن يعني مثلاً البايثون هذا في كذا لايبراريز كأنك أنت داخل سوبر ماركت، أبسط حاجة داخل سوبر ماركت، سوبر ماركت فيه كذا شلف كذا كورنر، يعني مثلا عندك الفودز وعندك مثلا الفرنيتشر والأثاث والأدوات التنظيف وإلى آخره، كل حاجة في قسمها وكل حاجة مختصة في شيء، فأنا هذه بتظل الأشياء موجودة في الشلف موجودة في الرفوف لحد ما أنا أروح وأستخدمها أخذها من مكانها. فأنا في هذه الحالة إن بعض الأشياء الفانكشنز والمودلز اللي ما موجودة أنا أسوي لها import أوكي، فأنا إذا سويت import math هذا تنزل لي كل الفانكشنز اللي أنا محتاجتنها للmath. على سبيل المثال إذا أخذنا مثلا x تساوي مثلاً 2.2 أوكي وأريد أشوف أنا math
هنا لأني أنا أساساً سويت لها import من أكتب math خلاص هذه library والmethod هذه تكون موجودة خلاص عندي ومن أضغط dot ظهر لي كل functions اللي أنا ممكن أني أستخدمها باستخدام math وأختار اللي أنا أريدها على سبيل المثال وإذا أعرف اسمها خلاص مباشرة أكتب الاسم مباشرة فأنا عندي هذه الليستة كلها ممكن أن أستخدمها للمات أوكي أنا ممكن أن أسوي اللي هي ممكن هذه أنتم ما أعرف إذا تعرفوها ولا لا سيل السيل هذا قرب لي الرقم للأعلى أعلى رقم صحيح أوكي سيل مثلا اللي هو 2.2 أو اللي هو الإكس على سبيل المثال أوكي أخذ الإكس قرب لي إياها للأعلى اللي هو 3 صارت أوكي في حاجة ثانية نسمها بعد اللي هي على أساس مثلا أنا عندي مجموعة من الأرقام ممكن أن مثلا عندي 2 2 مثلا الواي عندي 3 مثلا زد تساوي 6 مثلا انا ممكن اني اسوي نفس الفكره بدل ما اسوي اللي هو الماث ممكن اكتب ماكس اعلى رقم من هذا الليست الليست هذه عندي انا واي اكس واي وزد اوكي واسوي لها رن وات Why math has not doesn't have attribute? خطأ أنا خطأ هي math أساساً من دون ما أسويها من دون ما أكتب math هذه الحالة okay max وأكتب ال x وال y بالz سكر القوس. أوكي. مستر سمحت بس متين نعرف متين يعني نضيف ماث أو نحذف فيه. شوفي هي أساساً دائماً تعتمد على الشغل اللي تريديه، البروجكت اللي تريديه. يعني في أشياء كثيرة على أساس ممكن تسوي لها إمبورت، ممكن أشياء ما بحتاج لها. مثل السوبر ماركت. لما تدخل السوبر ماركت تروح الأشياء اللي تحتاجينها. أوكي. أنا رايح السوبر ماركت أريد مثلاً أطبخ حاجة مثلاً على سبيل المثال. أوكي. فأنا عارفة شو اللي احتاجه بالضبط ما راح أخطف على كل حاجة وأنزلها عندي فأنا مثلا على سبيل المثال أنا أساسا شغلي والبروجكت عندي كله يعتمد على الـ على الـ على الـ على الماث وعلى الأشياء هذه والأوبريشن تبع الماث فأنا لازم أنزلها أوكي بكرة نحن على أساس إن نحن محتاجين على أساس مثلا فيس ديتكشن وهذه الأشياء فأنا راح أنزل أشياء أنا محتاجتها على أساس أنزل الأشياء اللي محتاجتها على أساس أسوي الفيس ديتكشن هذا واحد من البروجكت اللي راح نسويه بكرة بهذه الطريقة يعني أنتم ما تعرفون هالأشياء بتكون صعبة بالنسبة لكم وأنا ما أعرف مثلا يعني شو اللي محتاجتها وكذا بس أنا أقرأ أبحث وبالنسبة مثلا على أساس ذكرت لكم أن مثلا لما أضغط ماث مثلا كتبت أنا ماث هنا دوت وفتحت لي هذه الأشياء كلها أنا ممكن أني أنا أبحث في الإنترنت على سبيل المثال أكتب مثلا بايثون من هو بايثون 3 أوكي ماث هذا ماث موديول إن أفتح هنا يظهر لي كل حاجة تبع الماث موديول هذا وشو اللي فيه أساساً وشو اللي يسوي لي إياها شو هذا السين شو المقصود بها الكومب كل هذه الحاجات راح تحصلوها الفلور أنا السيل على أساس يقرب لأعلى رقم والفلور العكس بهذه الطريقة يعني أنا ممكن ما أعرف معظم المصطلحات هذه للعلم يعني ما أعرفها ما كلها أعرفها بس اللي أحتاجها أبحث عنها وصلت الفكرة؟ واضح ريد جربوا نزلوا الماث
هذا أنا جربت هنا على أساس الفلور وقرب لي إياها لأصغر رقم، يعني كانت 2.2 فصارت عندي 2 فقط. وضحت الفكرة؟ استنى بس بخصوص إذا كان معنا لستة، يعني هذا الواضح بالنسبة لل one مثلاً variable، لكن أوكي. إذا كان معنا مثلاً 20 variables نريد نحولهم مثلاً من النيجاتيف إلى البوزيتيف المطلق، يعني المطلق نفس الشيء تضيفهم كامل، يعني تضيف على أساس إنك أنت تضيف. لا أنا أعطيك الطريقة الثانية بس ما الحين، ما أستعجل لك الموضوع. أنت ممكن إنك تضيفهم واحد ولا ورا الثاني، يعني مثلاً أنا أريد المطلق، أوكي المطلق اللي هو الأبسولوت، أوكي كان أبسولوت، أوكي أنا ممكن إني أضيف الأبسولوت مثلاً للواي والزد، أوكي وإذا كان هذا مثلاً سالب وهذا مثلاً سالب على أساس نشوف يعني الفرق أساساً، أوكي سوي لهم رن. اللي سويته أنا ما سيمكن آه صح، أنا هذا بالنسبة بالنسبة للأبسولوت ما تصير صح، تصير بالليست بعدين أنا أشرح لك. أنا قلت لك ما نستعجلها لأن أنا أساساً أريد أسوي لكم بالليست. ما في طريقة نسوي إمبورت مثلاً من الفايل مثلاً من الأكسل فايل ولا؟ بالنسبة للإمبورت في بس بطريقة ثانية. ما مشكلة بنمشي ستيب باي ستيب. في طريقة بس بطريقة ثانية شوي معقدة، يعني أنا بديت لكم البيسك. بس إذا تريد عادي أشوف لك الطريقة وحتى يعني أوصل لكم الفكرة كيف، حتى حل على بكرة يعني أشرح لكم إياها هذه الجزئية كيف تسووها. طيب شكرا. اللي هي جزئية مثلا تريد تسوي import من Excel إلى آخر، هذه بعد ممكن نعلمكم إياها. أوكي فالجزئية اللي بعدها اللي أريد أتكلم عنها اللي هي الـ if statement. طبعاً الـ if statement هذه الأشياء كلها محتاجها. الـ if statement عبارة عن شو؟ عبارة عن أنك أنت تحط expression، أوكي expression هذا تحط لها condition، يعني هتكون true or false، اوكي فالكل يعني مثلا اذا كانت مثلا it is true تعطيك مثلا هذا الاوتبوت، واذا كانت يعني هي بطريقه انا بسطت لك اياها على اساس ان اساسا عندي انا اساسا اذا كانت A true مثلا فيعطيني الاجابه الى B، واذا كانت مثلا او ان انا اساسا else if يعني وشرط ثاني ممكن أضيف شرط وشرطين وثلاثة على الشرط الأولاني ويعطيني إياها بخيار بعدد شروط، وكل شرط أساساً كل ما تحقق شرط ممكن أنا أسوي مثلاً specific requirement specific مثلاً على أساس إنه مثلاً to print something to give output something، يعني بهذه الطريقة ممكن الحين الكلام ما واضح لكن أشرح لكم إياها بمثال. على سبيل المثال إذا كتبنا age، أوكي أوكي integer نضيف على أساس input، input هذا مثلا how old are you، اوكي هذا انا اريد input، بس انا هذا الانبوت راح ادخله عندي في if statement. اوكي فانا الحين مباشره ان اكتب هذا ممكن اكتب اي رقم طبعا الاجابه مثلا، اوكي خلصنا. لكن انا في حالتي انا اساسا اريد ادخلها على اساس ان اذا كانت عندي الخيارات هذه او الانبوت هذا شو راح ممكن استفيد من هذا الشيء، فيكون عندي خيارات. على سبيل المثال يعني في بعض البرامج ممكن تحتاجونها على أساس اللي هي التصنيف مثلاً بالأعمار، أوكي
إذا كان العمر من كذا من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة أنا ممكن أعتبر أن هذا على أساس مثلاً اللي هو a child وهذا adult وهذا إلى آخره. وهذه المجموعة تبع للتشايلد ممكن إني أنا أساساً أضيف لهم بعض الخيارات، أفتح لهم بعض المجالات أو كذا. يعني هي مسألة إني أنا أحدد بعض الخيارات على حسب المعطيات اللي عندي. أوكي؟ فإذا في حاجة أنا نسيتها، نسيت حاجة أنا مهمة جداً، أرجع لكم للأوبريشن للرياضيات شوي، لأن أريد أستخدم بعض هذا. سوري يعني. نرجع بس نحط هذه ككومنتس على أساس ما نرجع نكتبها. الأوبريشن طبعاً أنا ما على أساس أنا ممكن أشرح لكم إياها على السريع، لكن بطبقها في الـ في الإف ستيتمنت وغيرها. طبعاً تعرفوها هذه الأوبريشن اللي هي less than, greater than, less than or equal to، وعندنا greater than or equal to، وعندنا equal طبعاً، وعندنا not equal، وفي عندنا اللي هنا على أساس اللي هي ال and وال or وال not. هذول على أساس اللي هن بالنسبة لل logic operation. فهذه الأشياء أنا رجعت للرياضيات طبعاً على أساس أني أنا راح أستخدمها حالياً، فممكن تفهموها حالياً زيادة يعني طبقوها مباشرة. أنا عندي إذا كان الـ age أريد أستخدم اللي هي الـ if statement. if age مثلاً كان أكبر من 18. لاحظوا لما أكتب أنا if statement دائماً من أكتب if لون يختلف، وبعدين عندي أساساً بقية الشرط اللي عندي، ودائماً أنتهي بنقطتين على أساس أني أنا أكمل اللي هو syntax تبع if statement. ومن أضغط enter لاحظوا وين راح المؤشر عندي، في عندي مسافة هنا وراح أكتب هنا، لكن إذا أنا سحبت هذا وخليته في البداية 100% راح يظهر لي error. لازم يعني أركز على هذه المسافات أنها تكون موجودة. ولهذا السبب نستخدم editor مثل اللي هو pie chart مباشرة يعطيك هذه المسافات automatically في السيستم. أوكي. إذا كان ال age 18 أكبر من 18 فأنا أكتب للسيستم إنه print مثلا على سبيل المثال you are an adult. اوكي. انا ممكن اخذ شرط ثاني، ممكن اكتفي بهذا الشيء. اوكي، احط انا الناتج هنا طبعا لانه هو سالني input your how old you are، are you sorry مثلا حطه مثلا okay you are an adult. okay اذا انا حطيت الاجابه مثلا حطيتها 16 ما طلع لي حاجه. الحين دائما مع الاف نكتب ال اف والس اف حاله ان ما كانت هذه الاجابه وكانت اجابتنا مثلا اكبر من 18 اقل من 18 يعطينا اجابه ثانيه. مثلا على سبيل المثال انا اكتب ممكن ولازم أرجع المؤشر للأخير نفس الشيء else. أوكي، هذه الحالة أكتب print مثلا you are child وأسوي لها run. هذه الحالة إذا أنا كتبت مثلا 19 أوكي، حالة إني أنا أساساً كتبت مثلاً 15 على سبيل المثال أو 16 يطلع لي إجابة ما يخلي لي إياها فارغة، يطلع لي you are child. أوكي، في حاجة أيضاً ممكن إني أنا أساساً أكثر من if statement يعني أكثر من واحدة، يعني مثلاً أكتب if else if
فأكررها يعني. فممكن أني أحط مثلا شرط ثاني، يعني أنا كتبت age أكبر من 18، ممكن أحط age مثلا حالة أني أنا مثلا كتبتها كذا. هنا لما أكتب أني أكتبت if age أكبر أو يساوي 18 you are an adult. وإذا أنا أريد أحط شرط آخر ما أكتب else، أكتب LF، يعني هي اختصار ل else if، شرط آخر. في هذه الحالة مثلا أكتب age، إذا كان age مثلا على سبيل المثال equal equal مثلا 90، أوكي هنا أكتب print you are old. هذه الحالة أنا ممكن أسوي لها run من البداية، نشوف الإجابات. مثلا كتبنا مثلا 90 you are an أنا خطأ، أنا غلط بالأعمار، لا أنا عرفت ليش. بالنسبة لهذا أنا سويت شو سويت، مثل ما ذكرت لكم سابقا ان السيستم يقرا لاين باي لاين، اوكي فهو قرا ان اكبر من يعني كتبت 90 وهي اساسا هذا الشرط صحيحه جدا، يعني 90 اساسا اكبر من 18 فكانت الاجابه هنا ووقف لي الاف ستيتمنت، اوكي بس في حاله اني انا اساسا اريد يبدا اساسا من 90 انا لازم ارتبها شوي، يعني احط هذا فوق طبعا مو بهذا، اغير هنا مثلا اكتب مثلا equal equal 90 واحط هذا اكبر or equal 18، طبعا اغير الجمل هذه الحالة you are an you are old وهذه الحالة راح تكون adult. أوكي أنا كتبت مثلاً 18 أو كتبت 20، كتب لي هنا أنا أساساً الخيار 20 جاء أول شيء قرأ هنا 20 تساوي 90 لا انتقل للمرحلة اللي بعدها 20 أكبر من 18 يس فكتب لي you are an adult. إذا كتبت مثلاً رجعنا مرة ثانية كتبت مثلاً 10 أوكي سويت لها run طلع لي you are a child، هو قارن العشرة مع التسعين is not equal، العشرة أكبر من الثمنتاش طبعا wrong، فراحت للخيار الأخير اللي هو you are a child. بنفس الفكرة وضحت الصورة؟ واضح واضح. أعطيكم 3 دقائق تجربوا لأن بنجرب بعدنا if else الاف مع اللي هي أنا ذكرت لكم الأوبريشن اللي هنا اللي هي الاند والاور والى اخره. طبعا احنا جربنا هذا تقريبا ثم معناه ان جربناه. مشتاق ما رضى يطلع معي هيك ستيتمنت. Which one؟ مثلا قررت الواحد if age equal 90 you are old. اوكي. Okay. يطلع لي they asked for the age I put 90 but then no statement accurate. اوكي لحظات انا اجربها هنا، اجربها هنا. انا ما هذا How old are you? 90. طلع you are old. أنا كاتب نفسك بالضبط ما أعرف إيش والله. ممكن تسوي شير سكرين؟
الإكوال كاتبها مرة واحدة يعني يساوي يساوي الثنتين والهذا الكولن نقطتين ما حاط نقطتين الحين واضح الحين بس يمكن انت ما شيء ما كاتب input فوق في البداية؟ ايوه وين input؟ لحظة تشوف المفروض اني ما معرف الايد لحظات لحظات انا اشرح لك اياها شو هذا خطا بس خليني اسوي شير سكرين من عندي شوف انا اول حاجه سويتها اللي هي لان انا كان ممكن سكرول تحت على كذا فانتم ما شفتها هنا انا اول شيء لازم اعرف الفيربل اوكي فانا حطيت فيربل هنا لأن أنا استخدمت الإيج هنا بما أن الإيج أساساً معرفة هنا فخلاص فأنا كل ما أستخدمها في مكان معرفة مسبقاً غير هذا أنك أنت لما تجي أساساً السؤال هو أنت جيت وكتبت هذا بس لأنك أساساً ما دخلت التسعين فلازم تتعرف أن أساساً في عندك variable والvariable هذا request user على أساس يدخل لك اللي هو مثلاً على سبيل المثال هنا اللي هو old how old فلازم تعرف الفيربل قصد الايج يعني اي الايج هذا السطر يعني حاطين انا انزين كنت حاط هذا استخدمت if age equal greater than or equal 18 print you are an adult اوكي حطيت 18 بس ما ظهر مع statement هذا you are an adult ارجع شوف سوي شير سكرين لو سمحت خلنا نتاكد من عندك واضح ولا؟ أيوه واضح. هذا حط أنت حط قوسين في الأخير. شيل القوس الأخير. القوس اللي داخل ممكن؟ لا شيل واحد منهم. أيوه. جرب مرة ثانية. أو بالنسبة للتسعين ما كاتب age كاتب L F age ما كاتبينها لا الحين أنا أقرب على أول شو اسمه أول هذا 18 مثلاً أوكي يكتب لي هذا you are an adult ما
مو مشكلة عشان ما ندخل شباب. أنا بقول لكم واحدة من التريكس اللي عندي طبعاً، ويوم يكون الكود قصير يعني وصغير كذا، بدل ما أعدب نفسي أبحث عن الأرور أمسحه وأكتبه مرة ثانية، بس يكون شيء يكون شيء يعني بسيط ما يكون كثير، لأن العملية متعبة جداً إنك تلاحظ الخلل وين. ما ممكن عن طريق خصوصاً إنه ما ظهر لك أرور. نحاول ثانية ما ظهر حاجة. استاذ ممكن نستخدم الايقونه الحمراء تطلع لنا وين الاخطاء؟ الاخطاء ممكن انك تشوف الفايف هذه على الطرف اب كورنر على الجهه اليمين تحت تحت شوي. اوكي هذا اوكي اند اوف ستيتمنت اكسبكتد بسم الله. كلا الايرورز ما واضحة عندي ما اشوفه زين. ما مشكلة بس انا ممكن اقرب بعدي مرة ثانية عشان ما اخذ وقت كثير. اوكي ما عليك. شكرا. آه طبعاً أشياء. بالنسبة نفس الطريقة على أساس نسوي if statement بس باستخدام اللي هي logical operator الand والor كيف ممكن حنا نستخدمها. إذا كانت عندي مثلاً على سبيل المثال أنا عندي variable temperature for example ونسأل اليوزر على أساس إنه هو يدخل لنا temperature input what is the temperature. اوكي فأنا هذا على أساس إني أنا request the temperature. فنحن ممكن ندخل the temperature وبناء عليه نبدأ اللي هي سالفة اللي هي the if statement. فأنا عندي مثلاً إذا كانت عندي if temperature okay أكبر أو تساوي zero and هذه الوحدة اللي هي logical operator okay temperature أصغر أو تساوي 30 هذه الحالة print the temperature is good على سبيل المثال يعني كمثال اوكي نجرب نشوف نحط مثلا 20 هل هي temperature good شو المقصود هنا المقصود ان لازم الشرطين يكون متوفرات يعني انها تكون اكبر من الصفر وايضا اصغر من الثلاثين على اساس انه يكون عندي هذا الجواب صحيح هذه هي دور الاند ما إن مثلا تكون أصغر مثلا من أكبر من الصفر أحطها 40 ويعطيني أساسا يعطيني الإجابة اللي هي temperature is good لازم both condition يكونوا صحيحات أوكي okay.
فإذا أنا جربت على سبيل المثال إني أجرب أحط مثلاً 35 ما يظهر لي أي إجابة. أوكي في هذه الحالة أنا ممكن إني أجرب اللي هو else if إذا كانت temperature نص صفر على سبيل المثال or temperature أكبر من 30 هذه الحالة print temperature بعد. أنا مثلا حطيتها minus 10 أوكي هي عندي temperature is bad. هنا الخيارين إن الأور سواء كانت أقل من الصفر أو أكثر من 30 فيعطيني الناتج نفس الشيء يعني على أساس إن it is bad. هذا الفرق بين الأند والأور. الآند يشترط أن both condition to be satisfied وهنا لا واحد منهم يعطيك الإجابة سواء كانت أن أقل من الصفر أو أكبر من 30 يعطيني نفس الإجابة مو بشرط أن أساسا هو تكون مثل الشرط الأول يعني لازم تكون أقل من الصفر وأقل من لا أكبر من الصفر وأصغر من 30 وضحت الصورة شو الفرق بين لما استخدمنا الF مع الـ مع الماثيماتيك اوبريشن ومع اللوجيك اوبريتر لاحظتوا الفرق استاذ بس عندي سؤال لو سمحي انا فاتح يعني فايل جديد أوكي. مثل ما انت عامله فوق هذا في البار function input if statement اوكي الحين لما كتبت هذا ما التمبرشر عملت الرن ظهر لي how old are you مع البريفيوس وان يعني انا اعطيك الحين مثلا انا اسمع صوتي من اللي فاتح المايك فانا اسمع صوتي تردد صوتي اوكي ما عليه اسمعني المهم شوف انا هنا شو سويت أنا فاتحة هذه الأشياء يعني أنك تجي هنا وتضغط run على الفايل تبع البايثون من هنا run هذا مثلا أنا على أساس اللي هي الانبوت فاتحتنا حاليا أنا ممكن أسويها run من هنا أوكي وإذا ما سويت لها run من هنا ممكن تسوي لها run من هنا أول مرة بعد ما تسوي لها أول مرة run من هنا ممكن أن أنا أحدد الأشياء اللي أسوي لها run من هنا يعني أنا مثلا على سبيل المثال أريد أدخل على المين وأسوي لها run هذا كانت المين طبعاً ما هو اللي فاتحتنا هنا ممكن أغير من هنا اللي هي الانبوت الحالية اللي أنا جالسة أشتغل عليها وأسوي لها رن مرة ثانية stop and return أوكي أسوي لها sorry stop هذا ورجعنا مرة ثانية وضحت الصورة؟ واضحة يا نعم مستوى صار معي شكراً اوكي نيكست نيكست اللي هي الوايل لوب انا هنا اساسا كاتبه تعريف للوايل لوب يعني بشكل بسيط حقكم اللي هي على اساس اللي هي عباره عن statement that will execute it is block as long as the condition is remain يعني انا عندي condition محدده بما ان هذه الكونديشن صحيحه
فالسيستم راح يصير لرن ما راح يتوقف الا اذا انا اساسا اعطيته امر انه هو يتوقف او انها لحد ما تكون الكونديشن مت. يعني انا خلاص الكونديشن وصلناها وصلنا انها ترو فخلاص ممكن اني انا اساسا اوقف اللي هي الرننج. على سبيل المثال اذا انا مثلا اريد اجرب على اساس اني مثلا برنت مثلا من الأمثلة اللي ممكن أن أسويها يعني على أساس ما أخبص الدنيا اللي هي مثلاً إذا كانت عندك while أوكي one equal one وهذا صحيح 100% ما فيها نقاش إن دائماً one equal to one فهذه الكونديشن صحيحة true أوكي. فأنا بيكون عندي print مثلاً حالة إن أساساً الكونديشن صحيحة do this يعني أنا فعندي الأمر إن أنا أساساً هنا مثلاً هذا الكونديشن بما أنها صحيحة 100% فراح يكون السيستم running without stop للعلم يعني راح يكون running وما راح يوقف أوكي. مثلاً أكتب على سبيل المثال print I am stuck in loop أوكي. فلما أسوي run شوف هذا الحين I'm stuck in loop لأن أساساً الكونديشن صحيحة وما في أي حاجة توقفه. وضحت الصورة؟ هذا كتعريف in general لكن احنا ما راح نستخدمه بهذه الطريقة. ممكن مثال آخر للوايل أكتب مثلاً نعرف مثلاً variable name ممكن أحطه فارغ يعني ما أن أكتب حاجة حالياً كvariable بس على أساس أن أنا حاطة variable ومعرف عندي موجود أوكي. وأبدأ أكتب اللي هو الوايل وهذا نحن درسناها أمس اللي هو length أوكي length تبع name equal زيرو ميم إيكوال إمبوت راح أشرح لكم إياها بس أكتب بس لحظات بس إنتر يور نيم أوكي. شو المقصود هنا؟ أنا حطيت هنا كتعريف فيربل ما كتبت عليه أي حاجة لأن أنا راح أكتب الأشياء خلال اللوب أوكي خلال اللوب اللي موجود في الوايل. الوايل هنا يسأل يعني كcondition صحيحة ولا لا. حالة إن اللينث تبع النيم أي نيم أنا حطيته كان زيرو فأنت run do this اللي هو enter your name وراح يظل إنه هو enter your name لحد ما أكتب الاسم أو أي حرف أو أي شيء مهم إني أكتب حاجة. فهذه الحالة راح يتوقف عندي اللوب. Otherwise it will stuck on that. Okay. يعني إذا جربت إن أنا أحطها كذا ما كتبت شيء. Okay. لا لحظة لازم أكتب print. Sorry على أساس توضح الفكرة. لا هنا هنا. شوف أنا كتبت هنا بما إني ما كتبت أي حاجة ما راح يوقف عندي أي شيء حد ما أكتب مثلا خلاص كتبت أي حرف. صارت عندي الواي هنا اللي هو النيم not equal to zero هذه الحالة it will go outside the loop. لكن في حالة إن أساساً لا زالت إنها equal name equal to zero فراح يستمر إنه هو enter your name. وصلت الفكرة هنا؟ واضح نعم. أوكي فأنا ممكن أن أكتبها بطريقة ثانية مثلاً أكتب hello طبعاً هذه الأشياء خلاص يعني المفروض يعني تكون بسيطة بالنسبة لكم. مثلاً أكتب name أوكي على أساس أني to print it out فأسوي مثلاً enter your name مثلاً أكتب ريم مثلاً أوكي فهو خلاص كتب لي إياها hello ريم as an output. هذه فكرة الوايل لوب.
جربته؟ مس عندي سؤال. يس. انت قلت اذا ما كتبنا اذا لما نسوي رن اذا أوكي. ما كتبنا الاسم بيجي يسوي وايل وايل. شوف انا اعطيك اياها بكل عام. ارجع باك اشيل اسوي لها رن. سوي لها رن مو بشرط. شوف الحين انا هو على اساس طالب اني اسوي اكتب الاسم تحت صح؟ انتر يور نيم. اوكي؟ انتر يور نيم معناته ان النيم حاليا اساسا كم عدد الحروف هذه اللي على اساس هذه انا حاطه لين. هي اللينث. اذا كان لينث تبع النيم ايكوال تو زيرو فراح يظهر لك انتر يور نيم. وراح يظل هذا الكونديشن صحيح ما دامت ان اساسا اللينث عباره عن زيرو. في حاله ان انا تغيرت الستيتس تبع النيم اللينث عندي انا صار فيها ان مثلا حرف او رقم او الى اخره وتغير اللينث تبع النيم من زيرو الى مثلا خمسة او ستة اوكي فهذا الكونديشن راح يكون يتوقف. فانا هنا اذا ما كتبت اسم وضغط انتر سوري لان انا كاتبه هذا سوري فانا سويت سبيس ارجع مره ثانيه سوري شوف هنا كتبت مثلا ما كتبت اسم وكتبت انتر رجع مره ثانيه شاف ان اساسا زيرو رجعت مره ثانيه كتبت انتر ضغطت انتر لان انا لازلت اللي عندي ان النيم اساسا اللينث تبع زيرو. حاله اني انا كتبت اي رمز اي رقم اي حاجه اوكي كتبت واي مثلا فصارت عندي انا اللينث تبع النيم عباره عن 1. وبما ان هذا الكونديشن صار صحيح ان الكونديشن صار عندي اكبر من الزيرو فراح يتوقف عندي الواي. وضحت الصوره؟ ايوه وضحت وضحت شكرا. اوكي نيكست اللي هو الفور لوب. الفور لوب شبيه بالوايل بس الفرق بينها وبين اللي هو الوايل الوايل مثل ما شفتون تو انليميتد بس بالنسبه للفور لكونديشن يعني على اساس انه لتايم محدد او رينج محدد انا ممكن اني اوقف بعد فتره ان السيستم خلاص يوصل للمرحله انه يوقف فيها. مثال على ذلك ان انا ممكن اذا كان عندي انا مثلا for i in range عندي range من 0 to 10 اوكي الاي دائما لو تلاحظوا اذا كنتم عندكم خلفيه في البرمجه والى اخره دائما يستخدموا الاي والجي دائما الاي هنا مقصود بها اختصارا للاندكس اوكي فهي عندي انا او اي رمز عادي يعني ما انا مشاطه انه بس اكثر حاجه اللي يستخدمونها الاي الاي والجي اوكي فعندي for i in range 10 print i اسوي لها run. شوف الرن عندي انا لما صار عندي هو range اوكي الرينج دائما يبدا من الزيرو الى تسعة. شو المقصود من هي أساسا عبارة عن أنه صار لوب عشر مرات فبما أنه بدأ من الصفر فراح يوقف عند العشرة بس أنا ممكن أني أنا أريد العشرة included ممكن أني أنا أسويها بطريقتين ممكن أني أضيف هنا plus one وأسويها run أوكي فصارت عندي الـ 10 included في الرينج من 0 إلى 10 وممكن طريقة ثانية أنا أساسا أشيلها من هنا وأضيفها هنا مثلا plus one صارت عندي بنفس الطريقة included بس هذا طبعا يعتمد على البرنامج واللي انت تريده على حسب الأشياء اللي محتاجينها specifically يعني yes في أحد عنده سؤال ممكن نكتب ما بين رقمين sorry ممكن نكتب هذا الرقمين مثلاً 10 و 20 يس هذا النقطة اللي كنت أريد أتكلم عنها النقطة الثانية أوكي مثلاً أنا حطيت مثلاً من 50 إلى 100 أوكي و
وأريد للرينج تبعهم من دون طبعاً هذه وأكتبها. طلع عندي أنا أساساً من 50 طبعاً صارت من 50 إلى 99. أوكي. الحين استخدمنا لحد الحين العبارة عن شو؟ عبارة عن الأرقام هذه طبعاً. أوكي. استخدمنا اللي هو الانتجر. إذا ممكن أستخدم إنه ممكن أستخدم string. أوكي. for على سبيل المثال i n ممكن أكتب Python workshop day 2. أوكي هذه مثلا عندي أنا for i in هذا print i. شو راح يكتب لي؟ يكتب لي الحروف. ايه بايثون ما تشوفوا والسبيس تركها بعد نفس الطريقه workshop day 2. هذا للرينج على اساس اذا كنت تستخدمه اللي هو السترينج. مثال آخر ممكن في هذا المثال أنا ممكن أنا مثل ما ذكرت لكم إنه في بعض الموديولز والأشياء نحن نسوي لها import. أنا ممكن نسوي import للtime. أوكي أسوي import للtime. هذا على أساس إن كل حاجة تبعد تايم تسهل لي على أساس calculation والآخر. طبعاً أنا سويت import للتايم. ممكن إني أستخدم مثلاً كمثال آخر for seconds. In range مثلاً 10. أنا عندي هو على أساس إني أريد يحسب لي السكنس من العشرة إلى الزيرو بعملية تنازلية، فأنا بكتبها من عشرة إلى زيرو، أوكي، ماينس ون، هو ينقص لي إياها على أساس إن تكون الرينج تبعها إنه ماينس ون. برنت سكنس. هنا طبعا انا بما اني كنت سويت اللي هو التايم الامبورت التايم انا محتاجه ان على اساس انه يسوي لي فاصل زمني بين كل رقم ورقم. اوكي فانا شو سويت مثلا اكتب مثلا تايم في اللي هو الموديولز تبع في اشياء كثيره نزلت على اساس لما اول ما سويت اللي هو الامبورت التايم. اوكي انا اريد هذا سليب sleep by 1 second. وبعد ذلك أريد يكتب لي أي جملة مثلا print welcome مثلا. إذا سوينا run شو صار؟ نسيت تسوي نقطتين في فوق. لا ما شاء الله عليكم دقيقين معاي. اوكي شوف الحين ياخذ وقت زمني بين كل رقم ورقم. لاحظتوا؟ فصارت بهذه الطريقه.
هذا من استخدامات طبعا كأمثلة عشوائية يعني للفور لوب. وضحت الصورة؟ واضحة. اوكي عندكم وقت على أساس نكمل ولا لنا الساعة 10؟ باقي واجد يعني؟ سوري؟ باقي واجد؟ والله للعلم عادي ما مشكلة. هذا آخر توبك حق أجندة أمس، بعدنا ما بدينا أجندة اليوم. باقي عندنا الليست والدكشنري والتوبل، وأيضا عندنا اللي هو الفانكشنز. فما أعرف يعني ممكن نأخذ كذا تقريبا 20 دقيقة، فما أعرف إذا عندكم وقت ولا لا. Is that okay؟ نعم قرار معك يا أستاذ. أنا ما عندي مشكلة خلاص، عادي للصباحي أنا ما عندي مشكلة. أيوة أوكي يلا عالي. أوكي في عندنا حاجات كان من الأسئلة سألتوها قبل شوي، لأن اللي سألتوا على أساس إن نحن كيف نحط قبل شوي على أساس الـ X والـ Y والـ Z، كان السؤال قبل شوي أحد سأل سؤال على أساس إن كيف نحطهم مع بعض، على أساس إن بدل ما نخليهم على أساس إن الإجابة تطلع لنا وظهر لنا إيرور. في حاجات اسمها نحن عندنا أساساً بالنسبة للديتا تايب، داتا تايب نحن درسنا الأنواع، حالياً درسنا اللي هي البيسك اللي هي الانتجر والسترينج والفلوت وإلى آخره، وهذه الأشياء هذا شوية طبعاً شوية أكثر يعني أفضل من الأساسيات والفيربل العادية. يعني الفيربل العادية أساساً ما عندها غير أنه مثلاً X تساوي مثلاً 10. أوكي مثلاً أنا أساساً أريد كذا فيربل كذا فاليو in the same variable. فهنا جات عندنا هي اللي هي list والdictionary والtuple، هذه ثلاثة أنواع وفي فرق بينهم. نبدأ بالlist. list عندنا ببساطة يعني على أساس نستخدمها على أساس نحن نسوي store لmultiple items في single variable. أوكي ممكن نحن نكتب على أساس مثلا عندي أنا variable مثلا color equal. هنا الفرق لما نكتب على أساس إن كليست، وطبعا لازم تلاحظوا هذا الفرق لأن في اختلاف بسيط جدا بين الليست والديكشناري والتوبل، هذا ثلاثة أنواع بس اختلافهم طريقة الكتابة. أوكي وفي طبعا الفانكشن التي تبعهم تختلف. بالنسبة للليست عندي أنا أتكلم عن الليست حاليا على أساس ما تسوي كونفيوز، أكتب لكم إنها هي أساسا ليست. اوكي ليست تعريفها اساسا اذا كان تريد التعريف للليست اساسا عباره عن used او في ماذا تستخدم used to store multiple items and single variable. اوكي فانا عندي طبعا بالنسبه للليست هذا انا استخدم الليست على اساس اني استخدمها كذا. فانا الحين عندي انا كلر ممكن اني احط فيه عده ايتمز مثلا ريد. اوكي ايتم ثاني ممكن يكون عندي بلاك، ايتم ثالث ممكن يكون عندي مثلا بلو. اوكي هذا الليست ككتابة يعني. اوكي الليست عندنا نحن قبل شوي انا كلمتكم عن الاندكس، ولما لاحظتوا ان الاندكس اساسا تبدا بنص صفر، فهذه الليست عندي انا الاندكس تبدا الريد الاندكس تبعها زيرو. هذه الحاله مثلا
الاندكس هذه تبعها 0 وهذه 1 وهذه عندي انا 2 اوكي هذا كاندكس بالنسبه للليست اوكي فانا الحين مثلا على سبيل المثال انا اريد اشوف نكتب اول حاجه ببسطها بس اساسا نشوف كيف اساسا راح تظهر هي اساسا اذا كتبنا برنت عاديه قبل لا ندخل على التفاصيل اللي هي تفاصيل الاندكس ظهر مباشره انا لما كتبت الايتيمز هذه اللي عندي كتبت لها برنت ظهر الليست كامله بالريد والبلاك والبلو اوكي انا اريد مثلا يظهر لي فقط برنت كلر مثلا اكتب الاندكس اوكي كتبت الاندكس اللي هنا اللي هو شيل هذا بس اوكي حطه كتبت الاندكس عندي 2 وراح يظهر لي الاجابه اللي هي اساسا الاندكس 2 اوكي هذا بالنسبه للاندكس انا ممكن اني انا اجي هنا اكتب حاجه ثانيه بدل ما اجلس امسح كل حين اكتب مثلا color index مثلا 0 equal gray اوكي لما اكتب مثلا ارجع اكتب print color أسويها رن وصار صح سوري اوكي شو صار عندي انا تغيرت اساسا اني انا غيرت الاندكس 0 بالجراي وصلت اذا يقرا اخر واحد يقرا اخر واحد انا مثل ما ذكرت لكم اساسا البايثون يقرا لكم لاين باي لاين وكان سوى ريبليس يعني سوى ريبليس لان انا اساسا كتبت الاندكس هنا حددت الاندكس اللي انا اريد اغير فيه هذه واحده من الطرق طبعا هذه طريقه يعني بسيطه بس يعني كبدائيه لكن في طرق ان انا اساسا استخدم فيها اللي هي الميثودز والموديولز اللي موجوده على اساس اني انا اغير فيها مثلا اغير ترتيبها اغير مثلا اسوي ريبليس ريموف الى اخره اسوي ابديت اوكي مثلا على اساس اني اسوي لكم مثلا على حاجه ثانيه خلينا نشيل هذا نشيل هذا سبيل المثال نشيل هذا نرجع مره ثانيه نكتب اللي هي مثلا color بنسوي دوت شوفوا عندي اساسا ظهرت لي كل الميثودز لو تلاحظوا هنا اساسا كاتب لي ام معناتها ميثود اوكي هذا يعني من الاشياء اللي تساعد الناس الشخص يعني يعرف ان هذا اساسا ميثود فانا اذا كتبت مثلا append اوكي شو مقصود بالابند راح تعرفوها بعد شوي مثلا كتبت append مثلا yellow نجرب نسوي لها run لاحظوا شو اللي راح يصير شو صار where is it sorry ما في برنت دكتورة ما في برنت ليش ما صار سوري اوكي شوف صار بالنسبة اللي عندي انا صار عندي ابند معناته ان اضيف ايتم بالليست وآخر الليست فصار عندي gray, black, blue, yellow أوكي في حاجة ثانية بعد ممكن أني أستخدمها أنا غير اللي هي الأبند color
مرة ثانية دوت ممكن يكتب ريموف. أوكي هنا ريموف طبعا ريموف واسطة يعني واضحة ما يريد لها شيء. مثلا أكتب مثلا بلو على سبيل المثال وأرجع مرة ثانية أسويها برنت. أشيل هذا طبعا أشيلها من هنا سهل العملية ما تتصلنا الدنيا. برنت كلر أوكي بس فشال اللي هو البلو كلر. ممكن أيضا من الأشياء اللي ممكن تسووها طبعا هي كلها مجرد أنك تجرب الأشياء color dot pop okay سوي الحوان بعد نسوي نسيت print color okay شو صار؟ بالنسبة للبوب يمسح آخر آيتم في الليست. كانت الليست السابقة على أساس كان فيها آخر آيتم إذا كان مخانتني الذاكرة اللي هو اليلو وشال اليلو. أوكي أنا ممكن أيضا من الأشياء اللي ممكن أسويها إني insert للليست color insert للليست مثلا أي color وين أريد أسوي له insert. ممكن أحدد الاندكس. أنا عندي 2 الحين فقط أوكي فأنا ممكن أحطها على أساس مثلا أرجع الرد مثلا print color أقول هران فصارت عندي red grey black. أنا ممكن أن أحطها في index مثلا 2 أو إندكس إلى آخر يعني أي إندكس أنا أحدده ويحط لي إياه وين اللي أريده. أيضا في حاجة مهمة بالنسبة للليست. الليست في حالة الليست إنك ممكن إنك أنت تكرر الآيتم كم مرة يعني ممكن أحصل ريد بعدين جراي بلاك ريد مرة ثانية ما في مشكلة. لكن بالنسبة عندك للدكشنري والتوبل ما في يعني في بعض الأشياء ما ممكن إنك تسويها. ايضا انا ممكن اني اسوي حاجه بعد ممكن هذه من الاشياء اللي دائما يعني في الليست اللي هي سالفه السورت. انا اريد ارتبهم ابجديا اوكي برنت انا راح ترتب عندي الايتم ابجديا. وإذا أنا أريد أشيل وأمسح الليست كامل أكتب مثلاً color.clear وراح تمسح لي كامل الليست. وضحت الليست؟ وضحت الفكرة؟ نعم واضح. أوكي إذا حبينا نحط many colors in the same يعني line is it applicable؟ يعني قصدك أني مثلاً نحط في الليست مثلاً red red red. لا أقصد مثلا في البداية أضفنا اليلو for example أوكي الريد اليلو والوايت عادي بعض. ممكن يتضفى عادي بس لازم نحدد الاندكس أوكي يعني وين نريد نضيفهم. أيوة وين تريد تضيفهم بس هذا ما حددنا لما أضفنا اليلو. لا حددنا أنا ما مسحت شيء. لا بالنسبة لليلو لأن نحن استخدمنا اليلو وأبند. أبند معناته أنك تضيف للآخر. أيوة نقصد هذه إذا حبينا نضيف مع اليلو another one another color يعني يلو plus مثلا any other color white مثلا. خليني أجربها أنا ما أعتقد أني جربتها في يوم من الأيام نتعلم. أوكي مثلا بلو أوكي سوي الهرن one argument so each time one yes one, yeah, color. Yeah.
سؤال جيد يعني، لأن أنا ما جربته. بس أنا كليست على أساس أنك تضيفها على أساس الإندكس، يس. بالنسبة للي بعده طبعاً، خلني أشرح هذه الأشياء. بس نرجع لها بعدين. ولن كونفيوز. أتصني أشرح عن اللي بعدها اللي هي سالفة التوبل. توبلز توبلز ببساطة هي أساسا نفس الليست، لكن بالنسبة للتوبلز شوية فيها restriction، يعني ما أمكن أنا أساسا أغير أي حاجة في التوبلز. بما أنها جتني ليست بهذا الترتيب ما راح نقدر نغير فيها in the same order، ما فيها أي تغيير. هذا في بعض الحالات أحياناً يكون أنك عندك بيانات وما تريد تتغير وما تريد الأشخاص أن يغيروها، فهذه هي ممكن تستخدم اللي هي التوبلز. يعني مثلاً بيانات مثلاً students، أوكي؟ يعني كستودنتس أنا ما بياناتها ما أريدها تتغير، الاسم والمثلاً الجندر وكذا يعني ما أغيرها. فممكن أني أنا أخذ كسبيل المثال أخذ مثلاً كستودنتس equal. شوف الفرق، الفرق الأول أنا كنت قلت لكم سابقاً إن بالنسبة للتوبل للليست كانت على أساس الأقواس لهذه المربعية تقريبا، بالنسبة للتبل بهذه الطريقة. أوكي، أنا ممكن أكتب اسم أحمد مثلا، age مثلا 15، الليست هذا والجندر أساس ميل. أوكي، هذه أنا عندي تبلز، تبلز ما أقدر أغير فيها. يعني الأشياء اللي سويناها قبل شوي وغيرنا ولعبنا فيه وسوينا مسحنا وضفنا وما نقدر نغيرها هنا أبداً، هنا بس الليست مثل ما هي، قصدي التبل مثل ما هي، وبس مجرد أن ناخذ البيانات. يعني على سبيل المثال إذا كنت أنا أريد أسوي print student دوت، هنا هذا اللي توبل. لو تلاحظوا هنا كاتبين لكم توبل توبل، الأشياء اللي ممكن أنا أضيفها وأستخدمها على التوبل. أوكي، فأنا ممكن أستخدم count. أوكي، الكاونت هذا أنا أريد مثلا أسوي له كاونت على كلمة أحمد مثلا، ونسويها run. أوكي، ممكن أيضا أسوي print student sorry student dot index mail، يظهر لي الindex. أنا أشيل هذا قبل بس ما أسويكم confused. الإندكس تبع ميل اللي هي 2، لأن بدينا 0 1 2. أيضا أنا ممكن أني أستخدم التوبل مع مثلا عندي الفور لوب وإلى آخرة. أنا ممكن أني أحسب مثلا على سبيل المثال نفس المثال هذا اللي كتبنا فوق، اللي هو مثلا اكتب 4 x n student
print. اكتب لي الليسته كامله شو اللي اساسا اللي موجوده، يعني كانه يقرا لي الليسته اساسا. for x and student print x، قرا لي احمد 15 ميل. بس لو تسمح بالنسبه لل print student index ميل، why it appear right to شو لنا الاندكس؟ شوف انا قبل شوي لما شرحت لكم بالنسبه للاندكس نفس اللي كان في الدكشنري، نبداها زيرو. اوكي يعني هنا عندي انا زيرو، this is zero. One this is two. One. This is two. So it is located in index number two. Yes. Okay. This is يعني ببساطة اللي هي بالنسبة إلى التوبلز. وقع عندنا الدكشناري. الدكشناري بالنسبة للدكشناري أنا ممكن أن أغير فيها والأوردر أغير فيه، لكن الدكشناري شوية فيها حاجة اسمها الكي وفيها الفاليو، وأنا أربط الكي بالفاليو. هناك نحن بالنسبة للتوبلز وبالنسبة بالنسبة للليست كنا نستخدم الاندكس، هنا لا نستخدم الكي. على سبيل المثال إذا كانت عندي مثلا دكشناري وهو يربط أساسا الأشياء مع بعضها، مثلا عندي دكشناري إلى مثلا فروت، مثلا I create fruit مثلا fruit okay. equal. الفرق أيضا هنا نستخدم اللي هي الكيرلي براكت ككتابة، يعني أنا كان عندي أول حاجة خدناها كانت الأقواس بالنسبة للليست، أوكي، وبالنسبة للديكشنري اللي هي الكيرلي براكت عندي اللي هي بس على أساس تميزوا بينها التوبلز. تكون الأقواس هذه الطريقة بس على أساس أني أركز على هذه الأشياء على هذه النقطة بس ما يصير confused. فأنت مجرد أنك تشوف أنه بهذه الطريقة فتعرف أنها أساسا عبارة عن list، وإذا كانت الأقواس بهذه الطريقة فهي تبل. طبعاً بالنسبة للدكشنري أساساً حتى لو ما كان شكلها كذا بتعرفها من سالفة الإندكس الكي والفاليو. أوكي إذا كان عندي as a dictionary as a key أوكي راح تكون عندي مثلاً apple مثلا عددهم مثلا ثلاثة، اوكي فعندي كلمة الابل هنا هذه هي الكي والثري هي الفاليو. عندي مثلا اورنج وعددهم مثلا خمسة، وعندي مثلا بنانا وعددهم مثلا سبعة. هذه هي بالنسبة للديكشنري، هذا هو الكي وهذا هو الفاليو. اوكي كيف نحن ممكن ان نحن يعني ناخذ البيانات او نطلع البرنت مثلا على سبيل المثال اريد اشوف انا اساسا برنت روت، اكتب شو هو الديكشنري اللي عندي انا واكتب اللي هو بنانا مثلا على سبيل المثال اريد اعرف العدد.
اوكي سولان صار ما نفس الشيء ما قد نفس الشيء نسيتي ال ديك سبيتش مارك وعلى البنانة بس ايه ما اوكي البنانة 7 اوكي في طريقة ثانية انا ممكن يعني في احيانا ممكن يعني أنا ما عارفة شو هو الديكشنري بشكل عام يعني مثلاً ممكن أكتب مثلاً فروت وما موجودة هناك أوكي مثلاً أكتب فروت مثلاً ستروبري أوكي أنا ما أعرف مثل ما ذكرت شو اسمه الليست اللي موجودة وأبحث عن حاجة أساساً ما موجودة في هذا فيظهر لي إيرور لأن أساساً الفروت هذه ما موجودة في الديكشنري في هذه الحالة أنا ممكن أتلافى هذا الشيء بطريقة ثانية أنا ممكن أكتب print root dot هنا بالنسبة للget لو تلاحظوا هنا عندي تعطيني mapping فأنا يسوي لي mapping وما يظهر لي error في هذه الحالة فإذا كان موجود راح يظهر لي إذا ما موجود يكون على أساس ما يظهر لي error فأنا أكتب get أوكي أكتب مرة ثانية أرجع أكتب strawberry أسوي هران في هذه الحالة سوالي مابينج وظهر لي على أساس أنه ما فيه فظهر لي أساس أني أنا أساساً نان فهذا تلافيت أن هي مشكلة أني أنا أساساً أكتب حاجة وهي ما موجودة وظهر لي إيرور عن طريق هذا الاستخدام وفي طريقة ثانية أنا بعد ممكن أني أستغلها اللي هي جزئية اني انا ممكن اخذ اللي هي الكيز اعرف شو هي الكيز اساسا شو اللي موجود عندي في الديكشنري اكتب print root dot keys هذه الكيز موجوده اوكي كيز واسوي لها run بيظهر لي الكيز apple orange banana without the value فأنا إذا عرفت الكيز أنا ممكن أعرف أسأل مثلاً أريد أعرف عدد الأورنج ولا البنانة في هذه الحالة لأني خلاص عرفت شو هي الكيز أوكي في أيضاً ممكن أستخدم نفس الطريقة اللي على أساس أني أعرف الفاليو without هذا فيظهر لي الفاليو وممكن ايضا اذا انا اريد الفاليو والكيز في هذه الحاله انا ممكن اطلع الايتم كامل اللي هي الايتمز واسوي لها رن يظهر لي كامل اللسته الكي والفاليو ايضا انا ممكن اني استخدم اللي هي الفور ستيتمنت ممكن اكتب فور كي فاليو
in fruit dot items. هنا أنا حددت الـ items كامل لأن أنا أساساً أريد الـ value with الـ key. أوكي هنا أكتب print. طبعا هي بنفس الطريقة يعني هي على أساس ظهرت الكي والفاليو instead of using اللي هي الـ print food dot items أنا ممكن أكتب بهذه الطريقة على أساس يظهر لي استخدام اللي هي for key الـ for statement value. ظهر لي طبعا الليست اللي هي قلنا dictionary apple 3 orange 5 banana 7. بالنسبة للدكشنري أيضا ممكن إن إحنا نسوي أبديت للدكشنري يعني أنا ممكن يزيد عندي آيتم جديدة فروت جديدة ممكن يزيد عندي الكوانتيتي مثلا الأبل صارت 7 والأورنج صارت 4 أنا ممكن أغير هذا الشيء فأنا أكتب فروت أبديت دوت أبديت أنا أفتح اللي هو على أساس إن الديكشنري مثلاً أكتب أبل صارت مثلاً معاي 8 وأكتب برنت فروت خلنا نشيل هذا عشان ما يصير كونفيوز. صارت عندي الأبل 8 أنا ممكن حتى أغير هذا أضيف مثلا ستروبري أوكي أضيف مثلا 3 أسويها فصارت عندي الستروبري انضافت إلى اللستة اللي عندي هي في اللستة في الديكشنري وضحت الصورة؟ نعم والله في حاجة أخيرة اللي هي على أساس اللي هي الفانكشن فانكشن الفانكشن عبارة عن شو؟ عبارة عن بلوك أوف كود يعني أنا أساساً الكود أساساً أنا دائماً لما أكرر الكود كل ما احتجت هذا الكود أرجع أكتبه مرة ثانية أوكي أرجع أكتبه مرة ثانية خلال ما أنا كاتب الكود أرجع مرة ثانية to call that code يعني مرة ثانية وهذا تكرار والتكرار أساساً يعني شوية صعب بالنسبة للشخص وبعدين أنا ممكن ما أحتاجه في هذا النقطة هنا ممكن أحتاجه بعدين فأنا أسهل على نفسي على أساس اللي هي سالفة اللي هي اللي هي بالنسبة بالنسبة لهذا بالنسبة للفانكشن أنا بس to run that code once is called يعني متى ما احتاجته انا اسوي له رن يعني على سبيل المثال انا كتبت هنا برنت بايثون ورك شوب 2 كم مره كتبتها انا ممكن استغني عن هذا اني انا اسوي ديفاين ا فانكشن اوكي فديفاين ذا فانكشن عباره عن شو انا مثلا اتخلص من هذه الاشياء بدل ما اكررها كم مره اوكي بس اشيلها وامسحها بمعنى اخر على نفسي. أوكي. كيف أنا ممكن أسوي define للfunction؟ أنا ممكن إني أعرف الfunction عبارة عن شو؟ مجرد إني أنا أسميها define أوكي function أسميها بأي اسم وأكتب الstatement أو أكتب الأشياء اللي أنا أريدها. أنا كتبت print python workshop أوكي. أنتوا أساساً لما نحن كنا نكتب print
ونكتب اي فانكشن اي حاجه داخلها من اسوي لها رن. هذا الفانكشن غير هنا فانكشن اوكي. من اسوي لها رن لازم المفروض ان تظهر معي هنا بايثون وركشوب داي 2، بس لاني انا اساسا عرفتها انسايد فانكشن، وما ان انا عرفتها انسايد فانكشن فما راح تظهر لي. متى راح تظهر؟ لما اسوي لها كول، وهذا هو التعريف الاساسي للفانكشن: a block of code which executed only when it is called. متى ما احتجت انا ممكن اني انا اساسا ارجع احط اللي هو الفانكشن. الفانكشن انا اساسا اللي عرفتها اللي هي بايثون. اوكي انا جيت هنا وعرفتها وحطيت اللي هي البايثون. من اسوي لها هذا اسوي لها رن لان انا سويت لها كول، فخلاص ظهرت عندي انا اساسا وركشوب داي 2 الى اخره. يعني انا ممكن اكون كاتبه كود هنا يعني مثلا 20 لاين بين الفانكشن اللي معرفه في البدايه وبين الكول اللي انا استخدمتها. انا ممكن اعرف الاشياء في بدايه الصفحه وممكن استخدمها في اخر الصفحه، اسوي لها بس مجرد كول. اوكي هذا بالنسبه للبساطه يعني التعريف الفانكشن. فممكن احنا نستخدمها مثلا عده اشياء. انا ممكن اكتب مثال ثاني يعني نشيل هذا. مثلا اكتب this hello مثلا، افتح اوكي print hello زائد نيم. اوكي طبعا لان محمد مايكك شغال اذا ما عندك خبر. برنت of a nice day. Okay. فأنا سويت هذا اللي هي الفانكشن، بس أنا ما سويت لها كول. أنا ممكن أسوي لها كول عن طريق طبعاً أكتب hello. بما أن أنا أساساً سويت لها خلاص سويت لها عرفتها هنا. I can call it here وأسوي لها هذا. طبعاً لأن أنا أساساً النيم ما عرفته، لو تلاحظوا أنا جيت وأضفت النيم. هذا النيم أنا ممكن أني أنا أسوي هنا، ممكن أني أنا أضيف مثلاً hello على سبيل المثال أي نيم بدر أوكي وأسوي له run. What is the error؟ track back most recent call. Hello, better. Yes. هذه الحالة في حاجة هنا. الايرور هذا صحيح ما في شيء، بس على أساس إني أنا أساساً وضحت لكم إن عندي ايرور هنا وعندي ايرور هنا. الايرور هذا لأن أساساً أنا أضفت نيم وما معرفت إنه سابقاً، ونحن عارفين إن نحن دائماً نعرف الفيربل. أوكي. بالنسبة لما جيت أنا سويت call أضفت هنا argument، الargument هذه للcall، لكن هذا الargument أساساً أنا ما عرفته سابقاً ولا عرفته في الـ function. فهنا في الـ function هذا أنا ممكن أني أنا أضيف parameters، والparameter هذا أنا ممكن أن أحط مثلاً على سبيل المثال name. أوكي فلما انا احط البراميتر هذه عندي كبراميتر وهذه عندي على اساس انها argument.
فصارت عندي بهذه الطريقة، عندي hello better have a nice day. يعني أنا بما أني أنا أساساً عرفت اللي هو الفانكشن سابقاً استدعيتها بعدين وحطيت لها argument، فلازم الارجيومنت هذا لازم يكون عندي أنا أساساً في الـ في الـ في الفانكشن لازم يكون عندي باراميتر. أوكي، أنا ممكن أضيف حاجات ثانية، ممكن ما تكون عندي بس argument واحدة، أنا ممكن تكون عندي argument كم واحدة، يعني مثلاً يعني ممكن عندي first name واللاست name على سبيل المثال مثلاً. أي اسم علي. أوكي، هنا لما أجي أسوي run راح يظهر لي error. ليش؟ لأن عندي أنا two argument هنا وعندي هنا one parameter، فلهذا السبب ممكن أني أنا أسويها name one مثلاً و name two، فصارت متساوية عندي أنا name one name two. صح، عندي اللي هي هنا بعد غلطنا هنا، سوري هنا لازم أضيف بعد. أوكي، هنا على أساس أني أضيفها بنفس الطريقة بس لازم أسوي space بينهم، ولازم أضيف هنا name one. ما أعرف إذا أنتم متابعين معاي ولا شوية صارت الموضوع deep يعني، واضح؟ نعم واضح. فهذه هي سالفة اللي هي الفانكشن. فما أعرف إذا عندكم أسئلة أي حاجة، أنا قلت لكم 20 دقيقة وخدت 40 دقيقة، اسمحوا لي يعني. عندكم أسئلة؟ هل لازم نسوي الأقواس؟ سوري؟ بعد definition لازم نسوي أقواس حل مثلاً هيلو بعد نسوي أقواس. لازم أقواس. لازم. هنا قصدك هنا؟ أيوة. أنا لازم. يعني أنا ممكن أشيل هذا وأشيل هذا. أوكي. ولا أرجع لكم.